موقع ما أو في سياق ما أو في أجل أو هدف ما. وسؤال العلاقة البيداغوجية بالوسط المدرسي يجد شرعية وجوده داخل الوسط الدراسي عند الفاعل التربوي، وسؤال تدبير الشأن التربوي يستمد مصداقية جوابه من داخل البنية الإدارية عند الممارس للتدبير الإداري. حسب كل هذا حسب رأيي الدكتور والباحث في علوم التربية السيد عبد الرحمن زيطان في مقالته ما مشكلة المدرسة المغربية اليوم. تعد هذه المدرسة إحدى الهيئات الرسمية في المجتمع والتي تتولى وظيفة تنشئة أبنائها والعمل على رفع قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات، فهي تعمل إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للفرد وزرع القيم الإنسانية لديه. فمشكلة المدرسة المغربية اليوم هي مشكلة سؤال المشكلة في حد ذاتها، ومشكلة الممارس لفعل السؤال في حد ذاته قبل أن تكون مشكلة أجوبة جاهزة وقابلة للتداول في سوق الخطابات. لنحاول اليوم من خلال هذه المائدة المستديرة جمع وتحليل مجموعة من المشاكل لنخلص إلى اقتراحات انتظارات وحلول. بداية تمرير الدعوة نحو رئيس جمعية توليد الإستاذ وفاعل جمعاوية. من بين المشاكل يعني كاينش يرسلنا غيوزق وزما السيور يعني على حساب الهموم، ملي كان السيور يستغلو انه تفاجئ الدفعات الصغار ديال المربيات وتفنتي دفعات يعني القارص الشين العين تدمع وسيناس ديال الضوء، لانه المربيات اللي غاريش ديال المؤسسة 4 سنين الضحية من ضحاك تعاون الغرب ربما خميس من السبت ميساج هذا ما الواقع خميس ضاربين قارصة خميس تحت قارصة المربية قارصة زيت المربية زيت الأوف زيت كلشي من غير المربية تتكلم من سوحل جا في المسائل ديال الصبار يعني حتى يعني جوج مسؤوليات ستة مقرا، ولكن خميس غادي تشكل المربية خوقة ثلاثة قديم جديد لا يتعيش. أنا في مداخلتي سأحاول أن أعرج يعني المدرسة العمومية المغربية على المستوى الوطني في النقاط، ثم على الصعيد المحلي والجهوي، ثم موقف الجامعة الوطنية للتعليم، والهدف هي أن الجامعة الوطنية للتعليم من هذه المائدة المستديرة. أولاً ربما المدرسة الوطنية العمومية ربما الحديث هناك تقليص للميزانية للتعليم ولا الهزيلة أصلا، رغم أنها كما قال سي مرزوق يعني رقم يعني عندها واحد الحصة محترمة، ولكن كتبقى الميزانية هزيلة وكتبقى الميزانية يا إما كيجمدوها يا إما حديث هناك حديث عن تقليصها أو تجميدها. ثانيا مازال حنا في المغرب القرن 21 مازال عندنا ارتفاع الأمية كاين الأمية في البلاد، أيضا استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وهنا العالمية تقول بأن ميثاق التربية والتكوين للبلد والتحليل أحسن ميثاق غادي تمشي عليه دولة توصل النتيجة، ولكن حنا ما وصلناش في الأخير لقينا بأنه خسرنا الوقت خسرنا الميزانية خسرنا الجميع حتى الكفاءة حتى مشكلة المدرسة الدارجة إضافة إلى مشكلة هذا المدرسة. أعطي الكلمة الآن للسيد بن عيسى. ماشي. السؤال اللي يعيشوها المربيات وكنشكروا هاد الغيرة ديال الفاعلين الجمعويين على المدرسة العمومية وعلى المعاناة اللي كتعرض لها المربيات. المدرسة العمومية فهنيئ لنا بهذا الاجتماع ونرجو أن يتم تطويره ليكون حقيقة نقاشا داخل مديرية المدور وطوره من أجل أن نجد حلولا واقعية حلولا إجرائية للمشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية. صراحة أنا كنأكد على حال المدرسة العمومية المغربية تجارب الدول المتقدمة تهتم بهذه الفئة، لأن هذه الفئة راه
راه ماشي سهل انك تتعامل مع طفل صغير. حنا في الدار ما كنهربوا الدري صغير غير كنوجع عليك الرعب من الوقت من ناحيه يعني ك كفاعل جمعوي ك عضو في جمعية أباء أولياء التلاميذ في الزاوية. غياب الأمن أثناء خروج التلاميذ. مجموعة من المراجعين قرباء أنكروا ما كاينش. المشاكل اللي طرحها سي فؤاد في الانفتاح على المحيط فالحكمة والتدبير المالي والتدبير المحلي للمديرية ثم تأهيل مشكل تأهيل الموارد البشرية اللي في الحقيقة كاملين كنعانيو منه خصوصا نساء التعليم والرجال اللي عندهم آفاق وعندهم طموح أنهم يواصلوا المسيرة ديالهم كيلقاو هذا المشكل وهذا العائق اللي وضعته للأسف الوزارة ديالنا ثم مشكل لا مركزية اللي كتعاني منه في الحقيقة مجموعة من الهياكل والقطاعات. الآن سأحيل الكلمة للسيد عمر شريق وهو أستاذ وإداري سابق متقاعد فاعل جمعوي وباحث في التربية غير النظامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية لرفيقتنا ورفاقنا الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم. باش كنوجدوا هاد الدري لجوج حوايج، يا يقدر يمشي يكمل قرايته وفعلا تبارك الله كاين اللي كملوا قرايته ودوا الباك، داو الباك افيك مونسيون سنتين، الوزارة كتستقبل خريجين ديال الإمام مالك وكيديو يعني الوزير نفسه كيسلم لهم الجائزة. كل المشاركين هذا الندوة حول المدرسة العمومية تحية عالية للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل. إذا تبارك الله هذا الموضوع من بيت قايد من بيت باب وأنه من هذه الحكومة الحكومات السابقة اللي دازت كنقولوا لها مثلا بتسعة أخرى ثم مؤسسة مقر الطلبة المغاربة والمشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة حيث أنها مؤسسة مغربية ولكن راه اختلاف الصف راه يفرض عليك القانون المحلي مجموعة ديال الأمور يجب أن تتعامل معها بحكمة وتصبر ومرونة كي تتمكن من الوصول إلى الحل. فمثلا إذا جا السيد المفتش باش غادي يدخلو فكنحتاجو في العلاقات الشخصية أستاذ كيتصل بواحد المسؤول معين المسؤول كيتصل بمسؤول آخر فإما داكشي كيتخدم بالمعرفة كما كنقولو باللغة الدارجة ديالنا. إذا زيادة على هذا المشكل التربوي والمشكل ديال الإداري كاين المشكل في التسيير المالي. هذه المؤسسة كانت هذا الموضوع اللي قريته وهذا الموضوع اللي قريته هي الدردشة على السي منصور فهمي الناس اللي غادي تقول هذا الموضوع. المدرسة المغربية العمومية إلى أين؟ راه العمومية جودة يعني العمومية نعم كل شيء عطانا المدرسة الأولانية أنا بعد حتى المحللة الصحفية اللي كنستمع ونقصد ولكن بحال الوقت أنني لقيت شيء اللي يكتب مكتوب ديما على حسب الغيرة ديالنا على المدرسة اللي كانت كتفرق قطر تربوية كتفرق ليسيدة كتفرق في طلب وانتقالات وما إلى ذلك. قبل ما نبدا المداخلة ديالي نحاول نقول كل شيء كان لدينا في الحوض يوميا العلوي اللي كانت في الحوض ديال الشهر وبالتالي ما كنحصلوهاش يعني كيعلوي انا تنفرج الشهر على مدينه الكاتب كتخلينا نقولوا من يدعو الى خصوصا التعليم العمومي. سي عمر شريف ذكرت لنا بمناسبه ديك القضيه ديال اللي جا في بدايه السنه باش تقبل الاستعطاف راه الخلايا اللي مستعطفه كيترفضوا ما كاينش وكاين استعطاف الاستعطاف اللي تهتم هي في تطوير وفي مساهمة في إنقاذ
له في المدرسه العموميه. من اجل ذلك ارحب ب نظيم ونجاح تنظيم وتسيير برامج المدرسه العموميه. الدول الاوروبيه حاليا والدول خارج المغرب اللي ناجحه وعندها اقتصاد قوي رجع المؤسسه العموميه ديالها المدرسه العموميه تلقاها ناجحه. انا رسالتي واضحه، كنشكر الجميع على الاستضافه وفكروا في المستقبل المشاكل العديده داخل المؤسسه وخارج المؤسسه نديروا التفكير وان شاء الله باذن الله نضعوا الناس كيف ان شاء الله في المستقبل القريب وان شاء الله لاكراش امام في المغرب يبقوا يقولوا لنا النظر والله عندهم مستشار في مستوى اكفاء. شوف بارك الله الطريقه ديال التسيير، شوف علاش المدارس في الجهه الشرقيه نجحت، علاش المدارس تنجح، لان كنظن بان التفليت راه تصنع المعجزات. جميع الاساتذه الافاضل وكل الاعضاء المحترمين ورؤساء الجمعيات وكل الاخوات والبنات الفاضلات العاملات بقطاع المدارس العموميه، بدون اطار قانوني ولا سند ولا مرجع ولا ادنى حق، بينما هن منهكات بالواجبات الى اقصى حد يمكن تصوره. وقد صبرنا لسنين طوال لكن للاسف الشديد بدون جدوى، وخاصة بأن هذا القطاع هو عبارة على مشروع ملكي سامي وصدرت في حقه مذكرات لا تعطي أبسط حق للمربية التي تعتبر جزءا من المدرسة المغربية العمومية منذ سنة 2009 تحت رحمة الشركاء. ثلاث نقط حرف لا داعي لذكرهم، مع العلم أن المدرسة العمومية هي بمثابة خزان لقيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص التعليمية التي تعلق عليها الفئات المحرومة آمالها العريضة في واقع يهددها بالإقصاء، ويعني مفهوم تكافؤ الفرص للمشاكل التي تعترض التعليم الأولي. ونواصل في الإسهام والحديث عن المشاكل. ناس عيد الآباء الله يكثر خيرهم، واحد الناحيه حنا كناخذوا واحد الاجره واخا ضئيله على الاقل شهريه كنساعدوا بها راسنا، ولكن على امل ان غادي يجي واحد النهار اللي غادي نتقاضى واحد الاجره وغادي تكون عندنا واحد المكانه حتى حنايا داخل المجتمع بصفتنا مربيه اللي كيقول لك بلي حاملين واحد مشروع ملكي يعني. وكنجيو كنلقاو مجموعه ديال الشعارات من بينها تجويد التعليم الاولي تكافؤ الفرص، ولكن هذا الشيء كله باش غادي يتحقق؟ باش غادي يتحقق التجويع المربيه؟ هذا الشيء ما يمكنش. كيفاش ان مربيه مطلوب منها دير مجموعه ديال الادوار، يعني تلعب مجموعه ديال الادوار، غادي تكون مساعده مرافقه ام معلمه، يعني كديري مجموعه ديال الادوار وفي بعض الاحيان منظفه ديال القسم غالبا ماشي بعض الاحيان على حسب المؤسسات. بالنسبه يعني هذه المربيه اللي غادي دير هذا الشيء كله كنجيو في التالي ديال الشهر ما كنلقاش شي اجره. اي واحد فينا كنديروا الخير كنعاونوا دوك الوليدات، ولكن حتى حنا خاص اللي غادي يعاوننا خاصنا اجره. اي واحد كيخدم بمقابل، ما كاينش شي واحد اللي كيخدم مجانا ولا كيتصدق بها هكا وصافي الا الا كان عنده واحد المدخول. واش انت واحد المربيه اللي ما ساعياش باش تعشى غادي تمشي تخدم وفي نفس الوقت غادي تستنى 4 شهور ولا 6 شهور ولا عام ما غاديش تخلص؟ شنو كيقول لك؟ يقول لك مساهمات. عليها انا هي اننا ماشي غير كنقدموا الدور ديال الام والدور ديال المساعده الاجتماعيه والدور ديال اننا خاصنا نربيو حتى الاباء والامهات اللي حنا كنتعاملوا معاهم للاسف، لان كاين واحد المجموعه ديال الاباء والامهات راهم ما كيقدروش الدور اللي كتقوم به المربيه وما كيقدروش الدور ديال التعليم الاولي، راه كيبان لها بان هذا الحيز اللي كتهنى فيه غير من ولدها، ما كيهمش انها واش راه كيقرا ولا راه ما كيقراش، واش كطالبيها بشي حاجه كتقولي لها خاص ولدك ترضي البال. انا وقع لي مشكل هاد السنه مع واحد الام، ان الطفل ديالها كيتعامل بطريقه كما كيتعامل في الزنقه كيجي يتعامل في الصقاس، يعني صاحبني راه واحد الام على العلم انها راه في المستوى الثقافي ديال العلم طالع ولكن درجه الوعي ديالها نازله. علاش؟ لاني فاش نبهتها قلت لها راه خصني انا وياك نتعاونوا اننا نحاولوا نغيروا السلوك ديالو ونرجعوه طفل يعني مندمج يحاول يهضر يصلح السلوك ديالو ويصلح الالفاظ ديالو. قالت لي انا ودي ما كيبقاش في الزنقه، قلت لها انا كنشوفو، قالت لي واش ما تبقيش تجي ديك البلاصه باش نخرج. هاد الاجابه عجبتني،
قالت لي ما تبقايش تجي لديك البلاصه باش ما تشوفيش. هذا بالاضافه الى اننا كمربيات اننا مطالبين باننا نخدموا الخدمه ديال الاطر التربويه الاخرى ديال جميع الاساتذه، اننا نحضروا البطاقات البيداغوجيه، اننا نحضروا التوزيعات الشهريه. هذا الشيء مطالبين به في التفتيش، يعني هذا التفتيش كيدوز علينا وخصنا مطالبين اننا نجرو التحضيرات السنويه والتحضيرات الشهريه والتحضيرات الاسبوعيه والتحضيرات اليوميه.